حاولت قوات النظام منذ صباح هذا اليوم التقدم على عدة محاور في جبهة المرج من أجل السيطرة على مواقع استراتيجية، لكن كتائب الثوار تمكنت من تنفيذ هجوم عكسي مكنهم من السيطرة على عدة مواقع. معنا هنا أبو عدي المتحدث العسكري باسم فيلق الرحمن للحديث أكثر عن معارك اليوم. أحكينا بداية عن معارك اليوم كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. بعد فترة وجيزة من الزمن قامت قوات النظام بالتقدم باتجاه المرج بقصف عنيف وشديد جدا للسكان والمدنيين والأهالي. فبعد اجتماع وبعد تخطيط عسكري قررنا القيام بعمل، والحمد لله من علينا رب العالمين. في مثل هذا اليوم قمنا بعمل عسكري على جبهة المرج، وقمنا بتحرير عدد من المزارع التي سيطر عليها سابقا النظام السوري، وهي مهمة جدا بالنسبة له، وقمنا بالسيطرة عليها وأبعدناه بما يقارب 500 متر عن مطار مرج السلطان. شو أهميتها هي المزارع للنظام؟ أهميتها بعد السيطرة عليها أبعدناه عن الخط الرئيسي للمطار، وقمنا بإفشال خططه العسكرية التي يفكر في إنجازها مستقبلا. طيب الخسائر للنظام اليوم قديش كانت؟ الحمد لله الخسائر كبيرة وفادحة، وقمنا باغتنام عدد كبير من الأسلحة والحمد لله رب العالمين، طبعا بمشاركة بعض ميليشيات الشيعية والروسية. قمنا بقتل عدد كبير من الجنود الأسد والميليشيات الشيعية. ما هي المحاور التي حاولت قوات النظام في الصباح الباكر الاقتحام منها؟ حاول التقدم من جبهة عدمول والمرج ودير العصافير والحتيتة، والحمد لله رب العالمين الشباب ثابتة وصابرة، وبإذن الله آخر قطرة دم بإذن الله رب العالمين. طيب هل كان هنالك طبعا لقوات النظام مشاركة من الطيران الروسي في التغطية؟ طبعا بمشاركة، وقام بقصف المدنيين، يعني بس ما يحسن على العسكريين بيقوم بقصف المدنيين بس. الله يعطيك العافية. إذن سيطرت إذن كتائب الثوار على نقاط جديدة في منطقة المرج، ربما ستمكنهم في الأيام القليلة القادمة من تنفيذ عمليات أكبر على قوات النظام. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.